والله ما حد خسر غيرنا يا اخوي، كان لنا حق عندهم، هالحين حنا المحقوقين. وده طق من القهر. لا وبعد بقضوة ثانية مع منور. وش بدنا نسوي يا اخوي؟ 20 ناقة للشيخ عوض، والله كثير، والله ما يظل من حلالنا شيء. هذا قاضي يحكم بكيفه وما نقدر نقول له لا. والله لاذبحك يا منور. يا اخوي انا جيعان. جيعان؟ الهم تبن. مكثور الخير يا شيخ عوض، لانك ما قصرت. حنا قمنا بالواجب يا ولدي، وسامحنا من القصور. حاشاك من القصور يا عم الشيخ. مكثور الخير يا عم جزاع، جميلك معي برقبتي. ما تقول هيك، واجبنا نحماك. بمان الله يا اخوي، توصل ديرتك بالسلامه. الله يسلمك يا اصيله. هذه زواده للطريق. مكثورة الخير، ما ادري شلون برد لك اللي سويتيه معي، وانا اخوك بعهد الله. مع السلامه يا اخوي. سلم عليكم. مع السلامه عليكم. بمان الله. هيت ليها يا مساح، خسرنا المال وما ظل غير تالي حلال. آخ من القهر يا أخوي يا مجاه، والله لولا ولولا بروح له وخنقه بيدي. شفنا مراجلك، إن سويتها من الأول وما لزيتنا لها الساعة. أقول خلنا نلمتها للحلال قبل لا يأكلنا القهر. يلا الله يرحمك يمه.